طويل يا ماشي، بس كده الراعي تاجر، بس كده الراعي ني يعني فكرة ده دعوها معناها قيمتها راعي معناها سوى بني وبارك الله فيها تقول لي رتال بس في مركز سوى إنه أكون مركز سوى حويا وأضطك وضع كنودش وحام كوري مدعاء وكسير روح يا إبراهيم النبي يقول لي يا تيمو بنا دايسة إبراهيم ها مسلمة السلام عليكم مركز سوى مسلمة إيه لكن كتاب قرآن هذا الأخرياء وانا خستا مرك إلى المسلم نغضو مسلمة هم قرارة يا بني وعلي صوها هيا بني مرك ما شاء الله وجي جيس مرك بحر بضم رأيسا إيش أعلم باعس الكبار هكا هيا بحر بحر مسكدي مرك سوك من كتاب قرآن خستا ها كور محاكو عرقتي وحوير الكتاب كان محان قرية إما صنع هاي كتاب لو قرأي إيا هاي كتاب حق إيا كي سبحانه وتعالى وحوير وعلوسي هاي وح لما قلت الله أركي معها مركا أمانة سوي قري سوي أمانة روح عن كبري أضو واحد دخلستا وانت كست كي يترس ليش كان دخلستا لكن سوي الإله وصل الدقيقة مئة دولي كل مقشي إنا أنزلناه قرآنا عربيا سوى أفعال لبو آخر نيو تجويد لبو آخر نيو قوارين تسيل إلاغة يتروف تيسي مخارج تيسا صوتا طريا لو ما يبغى شيء ما يا نجي سام قرآن أهداف واخر نية أدوا تفسير ما دخل استاذ رسول مار مغرب آية الكرسي وأكو أخي مرك تعبت تمر مش ولا بحاء أنت عندك سوي ربع حي وأكو ركاب واخر الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأعظم آية في القرآن وأعد القرآن قوي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له الله أكبر توحيد الربوبية توحيد الألوهية وآيات قيمة بدل وآيات شيطان وآيات عجيبة أعظم آية في القرآن مرة أقول أخري والله العظيم يكتب وحى أن أركيك وبنية فإذا عيناه تجرفان اللي بقى تسعد سو أوليني أنا كوري محاضر أنت حويري ودها دب دب كم يربي مركز سو أنا كوري ما شاء الله قرآن هو أساس إن أساس أبرة الله إن تاس كده بيقولي مركز حويري I swear إن أتهي you're a prophet أدوك النبي بات هاي مركز أنا بقول هذا النبي بات مركز هو مسيح هو كريستيان هو نصارى طبعا نصارى ذو هذا يفرق يعني قفكي يعني مجدد كوبا معالم كذا نبي هو أنا ذو حتى نبي سأقول أنا نبي مين هو ذا نبي هاي سيد كلام الله كرك وانت قنابي سيد يبغى خدمة مين يعني قف إسبيش أنا بقول أحد واحد برامي مرك إسبيش أنا بعد هاي بس إسبيش كنا وأنبياء مين على ما هو يعني على ما هو متى كان أنبياء من إسرائيل سبعين مرك واحد كبري نبي ما إيه يعني إله سبحانه وتعالى أيها القرآن كويري ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يعني فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون إله سبحانه وتعالى قرآنك قربتك للجياع نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين إله سبحانه وتعالى ومضى القرآن كأوفر سبحانه وتعالى ونحفظ إن نزل ذكرنا وحفظنا ما كان أنت أقول إيه يقول لي إله يقول قال بوك يعني بعد ما كان تبي بوي وده مثلا بروفيت هذا هنا كل ولود هاي بيوري وكل عايز تروح على جرب بعدك يا برتب من مكة بعدك هاي إن أنا لا أقوم من تلك أنا برتب بيوري أنا قاعد أنا برتب بيوري هذا من قريب بيوري أنا قريب سماء بيوري proud to be a Muslim أنا إسلام أكون إسلام أكون فرح ذو دين ترى أكون فرح ذو تلك أنا قد بس والله يقف والله أو مغلا قفر وهاب مغلا عتبة إيه مركز نديد قريش ما كفر إيه والنبي عليه الصلاة والسلام كنت كريه أيا عتبة الله دروري أريها ما أنت محمد كنت جاية والله سو هذا يا ويمد يا
يا محمد أدوه تتكلم بات كلا جيسي قضية حاسك سيب بات كلا جيسي قبائل إيش بات كلا جيسي وحرب بات نبص ميسي هذا أبو بعان تهاي إلا بدوي ولا بدوي هذا أبو بعان تهاي بقرتنا وانو بصير ضار أول بعان تهاي وانو كوا أورن مركو هذا يكون مير ضم يستنب عليه سفهم ها مرسوكم بالله بصورة ضيقة حميم تنزل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا قرآنا عربيا لقوم يعقلون يعلمون بشيرا ونذيرا مركوك أخرين أي صور نرضي مركة مركو صور نرضي صناديد قريش ويور هالكي فقية عدس مركو سوى سوى جهي أيدهم والله وجهي وإنك جتك وجهي أنا هم مركو صور نرضيك ولا سوى تفسير كيف سبرسكو محمد سمري سوى ماركتا نبي مركو القرآن يكو أخرين مركو مركو اسبدا مركز يقول الهيئة ميالا وصول مكسر والله وحن مغلوح عجيبة هذا الكوكو أخر من شعر رماها وأكل رماها هذا العجيبة مركز ولا لي القف والبق ومغلا أي قادنا هي أنت مركز إن سارة وحي تهي لما أنت إن عين النقرن أنباس دورن مثلا إسلامك صلاة على برد كنت كتو وإن يكون دار تهي إن مركز برناك وبحضه ما الأخلاق الفاضلة خلاقه ونفسن طبيعة ونفسن دقنك ونفسن السماحة الدعوة إن أضبط تقف ما شاء الله كتجا عن كسر قبل بين أيام قيمها إلى ذهين أما ثمرات كإلى ذهين قف كل وعماش يسا إما معناها واحد مقابلة يعاد سكدر الدعوة قيمها إلى ذهين ما أنت هذا مركز صلاة كتير قيمها صلاة هذا بالبوكيرية هذا صوت صوت هذا بالبوكيرية هذا الحجاب الحجاب هذا بالبوكيرية غير كاشي لكن مركز مدكلا أدقاديسي وأنه مدكلا رأس بسارة النبي الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم وحلقوك يا عمل كاقي إيقو كو أي سمين إيقو القدر لغنه وصابين أدانو على الخير كفاعين عن قصة قبل قبيلة يا لمن علماء أي وحي مادين بالي المدمضة الصيفية كان بربرين كل تمييز بي مادين يا فر تمييزي مركز مادين هي وحي لكل من ضد المسلمين مركا واغس صوفية كان دولة شبيرية عديدين معنا دينتو أديانكو كان ممنوعكو إلا يحد أها تم إيه في إستوى الملحدين لا دين أو بضنايين اشتراكية لما المسلمين أكين إسلام كيف يكره الليل وحينا مين الحج سان ويقول لك أنا كمان الحج لما هذا الحجم ويدين تقول لك أنه دي ريس إلا ما أعطي باس مرور الله من الله بس أسأل دي ها قارنكم أسأل دي كويري إنكم مسلمين باتين إلهي مسكوح لي مكور اللي بكوك الله محكم سبحانه وتعالى قفر بوح بوح كفر درس روح يقول يا ربنا ربي سبحانه وتعالى ما يده لما يقول إلهي سبحانه وتعالى السنة أوبا لقى إلهي برية كد من فونك بحيو حرية أردت بكل غاقين إلهي برية سبحانه وتعالى فونك نويل بحيا توقع عوض ولد وفكر إلهي ترسى أرطى أصوات عليه بدا مباك ويدرس ذلك لو رسول كدب بس مرضى وصول عاي لو ركي نبا سوحة شيء لكن سوحة شيء بيسوان الله وحقوش يا المسلمين تكره كبير كان هذا البضي سنة كده بقران باحد جسد وصول نظير سنة كده بكمانان باحد جسد وصول نظير سؤال شيء ودينه واحد تهي كمانان كأي ملايين تاس كسب الله أذربيجان وزبكستان وزبكستان أفغانستان ودني سوفيت كورنال إلا إيو لاف يدا استان يدا راشكا مسلمين تي دقناء سوحة جسد ونبا صحيفة ضياء المقرية ومن كان يقع ويسكن الله ولا علينا بنتين بالغيابة لكن صحيفة ضياء سبحانه أيها المقرية مركب واحد لون بهاي هاي أردت أيضا إلينا نضرينا دعاتنا إلينا نقرنا تذكر إنه خير تقرأ سنة بإذن الله الكريم وناقل إنه كنت دارنا هنكون رجل إن شاء الله تعالى شاء عبد الله بارك الله فيك جزاك الله خيرا شيخنا شيخ أحمد حاجي محاضرة قيم كمانته نسو جيدي يا شيخة oo waliba waaqiciyeena maanta aan ku suganahay aan aad ugu baahi badneen qof walba in uu maanta helo ruuxda wax kicinaya iimaaniga qofka waxyaabaha kor ugu qaadayo ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ugu dhawaanayo iyo toobada oo ah maanta waaqican caalamka dhan isku raacay in ilaahay la khilaafo
إن شريعة الإسلام كأن لقالني إن دكوا وحي معاصي أي قلال وكال مين أيو ما كرمت وحي الكلمة حقيقة كوبان وآدو قيمة بغن شيقيننا أن لنا إلهي سبحانه وتعالى ميزانك سحسناتك إلهي هو درو أنا إلهي أنا إلهي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.